je vois ici beaucoup de députés, hommes et femmes présents. C'est la particularité, monsieur le directeur général, une des particularités au Maroc. يقوم السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف بزيارة إلى المغرب. ومن المعلوم أن هذه المنظمة هي من هياكل الأمم المتحدة وتنفرد بالتركيبة ديالها اللي هي ثلاثية التركيبة. تشارك في المؤتمرات السنوية كل حكومات ديال العالم وأرباب العمل والحركة النقابية. ولنا الشرف في الاتحاد المغربي للشغل أننا نمثل الحركة النقابية الإفريقية في مجلس الإدارة اللي هو أعلى سلطة. وهذه الزيارة ديال السيد المدير العام اللي هي الأولى منذ الانتخاب ديالو تدخل في إطار تبادل الرؤى، وقد زارنا بمقر الاتحاد المغربي للشغل البارحة، وبالطبع قدمنا له عروض حول المنتجات ديال البلاد ديالنا. نحن اليوم في ندوة تنظمها وزارة التشغيل، والتي سنتحدث حول الحوار الاجتماعي، المآلات في الحوار الاجتماعي في المملكة المغربية، ويدخل هذا في إطار زيارة السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولي والتي ابتدأت من أمس، والتي ترمي إلى الوقوف على مدى تقدم أول الحوار ثلاثي واللي هو الحوار الاجتماعي، ومدى أيضا تنفيذ الالتزامات للحكومية ولكذلك أرباب العمل والنقابات فيما يخص هذا الاتفاق. وأعتقد هذه الزيارة مكنت السيد المدير العام من الاطلاع حقيقة أولا على التعددية النقابية الحقيقية في المملكة المغربية، وعلى كذلك ذلك الحوار الاجتماعي الذي يعتبر نموذجا في المنطقة من ناحية مخرجات الحوار، ومن ناحية أيضا بأنه حوار جدي ومنتج، ونعمل من أجل تثبيت كل مكتسبات الحوار الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بتحسين ظروف العمل، سواء تعلق الأمر بتحسين الأجور، سواء تعلق الأمر بالحرية النقابية. أعتقد بأن هذه الزيارة ستعطي أيضا لمنظمة العمل الدولي التقدم الكبير في مجال الحريات العامة والحريات النقابية بصفة خاصة التي عرفتها المملكة المغربية. كيف كان يعني تفاعل المنظمة خلال الزيارة اللي كانت طبعا أمس مع مسؤولي المغربي؟ لا، عندنا لك بأنه السيد المدير العام طلع على الكثير من الأشياء وإعجابه بالتجربة المغربية، لا فيما يخص الحوار الاجتماعي وفي المأسسة الحوار الاجتماعي، ولا فيما يخص التعددية النقابية والحرية النقابية بالمملكة المغربية. وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، اعتبار هذه هي المنهجية المعتمدة على المستوى الدولي. أعتقد أن هناك جاء من بعد التوقيع على محضر تنفيذ الاتفاق السابق ديال 2022 اللي فيه انتزعنا فيه العديد من المكتسبات، ولكن هناك قضايا ثقيلة اللي غتكون موضوع خلافات واختلافات في توجهات الأطراف الثلاث فيما يتعلق بضمان حق ممارسة الإضراب انطلاقا من المرجعية الدولية. وهي مناسبة أكدنا على ضرورة أن المغرب يصادق على الاتفاقية الدولية 87 اللي كتضمن الحرية النقابية، وأيضا الملف ديال التقاعد. اعتبرنا انه هناك التزام من طرف الحكومه باش يكون التفاوض والبحث، تكون اراده سياسيه للوصول الى توافقات حول هذه الاشكاليات الكبرى، حتى نضمن الحق في ممارسه الاضراب، وحتى نؤمن المكتسبات الاجتماعيه في مجال التقاعد.